تحوي بلاد الأناضول مناطق أثرية قديمة، فقد تعاقبت على أراضيها مجموعة من الشعوب المختلفة والحضارات العريقة التي خلفت وراءها مجموعة من الآثار الدالة على إبداعهم وتفوقهم، وأنشأت ممالكها وإمبراطورياتها لتجعلها دولة غنية بكنوزها الأثرية من محفورات ونقوش وقلاع ومدن ما زالت شاهدة على تلك العصور الذهبية الغنية بإرثها المعماري المبهر. هذا التميز جعل من المدن التركية تنشئ أشهر المتاحف في العالم وأكثرها قيمة وعراقة، فتكاد لا تخلو مدينة فيها إلا وتحوي على متحف كبير يضم العديد من القطع الأثرية النادرة، كمتحف إسطنبول الأثري ومتحف الحضارات الأناضولية، ناهيك عن مدن أثرية قديمة راسخة وثابتة وشامخة حتى اليوم. وبسبب هذا الإرث الحضاري الكبير أنشأ الأتراك حديقة مينا ترك التي تضم مجسمات رخامية تحاكي معظم الآثار والمدن التركية المهمة.